هذا اليوم الكريم الشريف المبارك يوم بدر ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ونتوجه إلى مولانا الرحمن بآل بدر أن يكشف الكرب عنا والكدر والهم والغم والضيق والآفات والعاهات والأمراض وتسلط الفيروسات وتسلط الكفار والأشرار، ويدفع كل أذية وبلية ويصلح شؤون، يظهر راية الدين القيم منصر محمد صلى الله عليه وسلم فينا وفي واقعنا وفي بلداننا وفي زمننا وزمننا وفي الأمة في المشارق والمغارب. ونتوجه إلى الله بكل نية صالحة أحاط بعلمه، ونقرأ أسماء القوم المتوسلين بهم إلى الرب الحي القيوم، والله يدركنا بهم. وقد مضى القرون على الأمة ما يتوجهون إلى الله بآل بدر، وما توجه إلى الله تعالى صادق أحد من المؤمنين في حاجة إلا قضاها له وإلا يسر أمرها. فنتوجه إلى ربنا الرحمن. يا دار الزهراء، يا قبلات الطالبات، يا منبع الخير والعلوم النافعات، يا دار الزهراء، يا قبلات الطالبات، يا منبع الخير.